جدا. الطلاب الافارقه في الكليه عندكم دكتور محمد عددهم تقريبا قد ايه، واكثر نسبه من اي بلد؟ حاضر، بس دعني ارجع للخلف قليلا في مساله نيجيريا. كان لما قعدت اتكلمت مع الاهل الهوسه بلغه الهوسه، جابوا لي الصحف ونشروا ان في واحد مصري شاب صغير جاله بقاله بالهوسة. 3 ايام بيتكلم بهوسه زيها، وكانوا ممكن كانوا يختبوك ينتخبوك عمده. والله هم كانوا سعداء جدا وخدوني فعلا في اماكن كويسه جدا، وقابلت ناس مهمه قوي قوي. واكيد عرضوا على حضرتك الزواج من نيجيريا. ده ما شاء الله عليه ما تدقش. ده امر بسيط مش كده؟ افريقيا. وعمرو بيبدو بيشاور نفسه راح افريقيا. لا والله يعني من لا انا كنت في روسيا، لما انتوا كنتوا في نيجيريا انا كنت في روسيا. فانا قضيت فتره الحقيقه حسيت بيها ان انا مبسوط جدا جدا. كانوا اهل البيت اللي انا كنت ساكن فيه كانوا يجوا كل يوم يقعدوا معايا بالليل، اعلمهم لغه عربيه وانا اتكلم معاهم بالهوسه. ممارسه. ممارسه يعني خد وهات. وكان عندهم لهذا الرجل اسمه أبين بفا، فاكر الوقت الان. كان عنده شويه كتب، امهات كتب في اللغه العربيه. فقلت له ادهم لي وانا هاخدهم منك باي حاجه. قال لا ده ارث ابي. شوف اذا ناس بتعشق اللغه العربيه والكتب العربيه والاسلام، ده امر جيد جدا. وبالتالي مصر دائما وابدا ما تتعامل مع الشعوب الافريقيه المختلفه على انها نسيج واحد. وليس هناك مساله التفرقه الذي زرعها الاستعمار في افريقيا شمال وافريقيا جنوب الصحراء. ان الاوان للتكامل حتى يكون هناك وحده بمعنى الكامل. بالنسبه للكليه نبذه بسيطه، هذه الكليه انشئت عام 47 بما يسمى بمعهد الدراسات السودانيه، كان بقرار من جلاله الملك في سنه 47 للوحده بين مصر والسودان. ثم في عام 54 اصدر قرار فخامه الرئيس الراحل عبد الناصر لاهتمامه بافريقيا والوحده بتحوله الى معهد دراسات افريقيه. ثم في عهد الرئيس السادات ادخل 4 اقسام اخرى، قسم اللغات الافريقيه وقسم السياسه والاقتصاد وقسم الانثروبولوجيا والموارد، حتى يضم المعهد 6 اقسام تغطي كافه المجالات العلميه في افريقيا. وصدر قرار في 3 ديسمبر من دوله معالي رئيس الوزراء بدعم كبير جدا جدا من الاستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت لتحويل وتغيير مسمى المعهد الى كليه دراسات افريقيا العليا ليتماشى مع الوضع الراهن. جميل. لمصر مع افريقيا. دائما وابدا الكليه تعج بالطلاب الافارقه سواء من شمال او من شرق او غرب او جنوب. وكما سعاده الوكيل ذكر منذ قليل، منذ اسبوع تقريبا كان لدي طالب من اهل الهوسه كنت اشرف عليه وناقشته، ولدينا العديد من الطلاب في اقسام مختلفه، منهم من ياتي من نيجيريا ومن دول مختلفه. فاحيانا كان يصل لعدد يعدي 100 ثم يتقلص ويزيد. الان اليوم كان عند مجلس قسم لدينا بعض الطلاب الافارقه الذين يلتحقون. في جامعه القاهره لوحدها فيها 3500 طالب افريقي. منحه يسكنون في المدينه الجامعيه سكن مجاني. لدينا الان في الكليه مشروع مهم جدا جدا، هو اعداد مشروع اعداد 1000 قائد افريقي. هذا المشروع معالي رئيس الجامعه عندما اصدر رئيس فخامه رئيس الجمهوريه تصريح باعداد مشروع 10000 قائد، اتصل بنا وجلسنا معه ووضعنا خطه لقبول 1000 قائد. كانت المفاجاه الكبرى ان تقدم له ما يزيد عن 5000 طالب. فذهبت لسيادته واخبرته ان العدد اصبح كبير جدا. ففورا اصدر قرارا بان يكون هؤلاء جماعه الطلاب منحه من جامعه القاهره. مجانيه تزامنا مع تولي فخامه رئيس الجمهوريه للاتحاد ودعمه للشباب وتمكين الشباب. ولا سيما ان الشباب كما سيادتك تعلم هم صناع المستقبل، هم قاده المستقبل. اكيد. وبالتالي نحن الان لدينا في هذا المشروع اكثر من 34 دوله اكثر من يعني ممثلين. فهذا يؤكد على ان الكليه هي بيت الافارقه. ودائما وابدا ياتي لنا يعني جاء للكليه زوار من الساده السفراء من الساده رؤساء الدول السابقين، فلها باع طويل قوي جدا جدا مع الدول الافريقيه في مختلف